Sing nomor telur faham. Napa saya ngucap faham? Faham ni kan ngerti. Saya bejak ban saya falaki. Ika paham bikule ban sambian. Artinya ada guna beliau. Kita ni ke mencari ilmu selain napa ya falaki fa. Dan ika faham ni kan. Selain niat lagi harus fa. Faham. Dia ada faham. La takun kahimaril inab. Iqra' wa faham. Baca. Ben papaham. Cek. Tedeh. Hemar. Dia ada hemar. Hemar nikah. Paling gendengah he. Hewan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu ba'du. Samahat al-ulama. Wa bi sifatin khassah. Taji ru'usina wa murabbi ruhina. Raden Ki Haji Fakhruddin Azhar. Ma'usratihi. حفظهم الله تعالى ورعاهم وأغفر الله تعالى من أمثالهم وبارك الله في ذريتهم وطلابهم وطالباتهم أمين أمين يا رب العالمين. سماحة الشيخ فضيلة الشيخ السيد النسيب الشريف الشيخ المقري الشرف حامد حسانين الجعفري ثم الأزهري أدام الله عزة وينفع به البلاد والعباد ونفعنا الله بعلومه آمين آمين يا رب العالمين. فالحمد لله جاءنا الآن ضيف الكريم علم من أعلام الأزهر الشريف جاء من أرض الكنانة من أرض الأنبياء لينشر العلم في أنحاء العالم. والحمد لله وصل إلينا إلى جزيرتنا المحبوبة وإلى هذا المعهد الكبير معهد شيخنا خليل البنكلاني. ولعل أن تكون هذه الزيارة ليست زيارة وإنما هناك زيارات عديدة في معبد إن شاء الله سبحانه وتعالى. وهذه هي أول زيارة له في هذه البقعة المباركة أو هذه الجزيرة المباركة. وتكون زيارة قبل هذا إلى جزيرة أخرى إلى جاكرتا وإلى بنجرمسين و إلى ماليزيا دولة ماليزيا. والحمد لله هذه الزيارة زيارة الرابعة لبلادنا. والحمد لله تكون زيارة أخرى فيما بعده آمين آمين يا رب العالمين. ونفضل لفضيلته يلقي الكلمات لنا جميعا ونرجو من فضيلتكم جميعا أو منكم أو من الطلبة والطالبات السماع والإنصات. ولا أحد أن يتكلم حين إلقاء المحاضرة ليعم الجميع وليكون النفع يعمنا جميعا آمين آمين يا رب العالمين. تفضل يا مولانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ فخر الدين أسخل مدير هذا المعهد مع شيخنا خليل أستاذ عبد العليم البيضاوي الباجوري الحاضرين الحاضرات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله.
بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وبعد. الحقيقة هذه الزيارة أول زيارة لهذا المعهد المبارك، معهد شيخنا خليل رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه وطيب الله ثراه. نلتمس من هذه البقاع الطيبة ومن الأنفاس الطاهرة بهذه الأماكن الخيرة، لعلنا في شهر ربيع الأول الذي هو شهر الأنوار، شهر ميلاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لعلنا نقتفي أثره ونسير على منهجه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد الحمد والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، beliau menyampaikan kepada kita semuanya bahwa ziarah ke Pintu Arafah kunjungan pertama kali dekat pondok pesantren Syekhuna Khalid. Beliau ada bu ziarah atau kunjungan Kak Dinto Arafah Aki, kunjungan pertama kali dekat pondok pesantren Syekhuna Khalid Al-Bangkalani. Mudah-mudahan kita yang berkumpul dekat di tempat mendapatkan barokahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan sekarang kita di bulan Maulid merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita semuanya bisa alaksana aki papona pasai ampun elalam pa aki oleh Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. حديثنا اليوم عن العلم. قال الشيخ أحمد الشيخ عبد الله بن المبارك، وهو شيخ الإمام البخاري، قال سيدي عبد الله بن المبارك وهو شيخ الإمام البخاري: أول العلم النية. اسمعوا واحفظوا هذا الكلام: أول العلم النية، ثم السماع، ثم الفهم، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر. أعيد مرة أخرى: أول العلم النية، ثم السماع، ثم الفهم، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر. نفصل الكلام: أول العلم النية، لا بد عند طلبك للعلم أن تستحضر نية صالحة لطلب العلم لوجه الله تبارك وتعالى، لا مفاخرة ولا سمعة ولا رياء ولا لطلب دنيا، إنما يكون خالصا لوجهه الكريم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها، وفي رواية أو امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه. إذن عند طلبك للعلم لا بد من نية صالحة. العلم شريف، لكن بنية صالحة يكون العالم في مصاف الشفعاء في يوم القيامة، يشفع في يوم القيامة الأنبياء، ثم العلماء، ثم الشهداء. ونفس العلم بنية فاسدة أول
من تسعر بهم النار عالم ومنفق ومجاهد. يؤتى بالعالم فيقول رب العزة اذهبوا به إلى النار، فيقول يا رب تعلمت العلم وعلمته من أجلك، يقول له كذبت، تعلمت من أجل أن يقال عالم وقد قيل اذهبوا به إلى النار. هنا النية الفاسدة تورد صاحب العلم الموارد المهلكة. إذن أول العلم النية. Pembahasan kita emalem makin gak dito masalah ilmu. Dan kula sareng perayunan dianjurkan pun wajib agi ka aku nyariin ilmu. Nyari ilmu gak dito cobuna Sayyidina Abdullah ibn al-Mubarak. Abdullah ibn al-Mubarak gak dito kuruna al-Imam al-Bukhari. Sandi karangan kitab Sahihul Bukhari. Beliau gak dito acobu. Orang nyari ilmu nikah sinomor setong niat, si nomor dua mir ngaki, si nomor telok mulai mir ngaki pasti paham, tinggal paham pas hafal lagi, tinggal hafal lagi isoro amal lagi, tinggal master ngamal lagi ibakon sebaraki paham lagi. Jadi pertama niat, si nomor dua kini ngaki, si nomor telok paham, si nomor empat hafal lagi, si nomor lima amal lagi, si nomor enam sebaraki. Dan ini ke ilmu. Nah, diperinci oleh beliau, kenapa saya kujak niat? Niatnya nyari ilmu pabagus. Niatnya nyari ilmu pekarena Allah subhanahu wa ta'ala. Beningin karena nyari pangkat, beningin karena nyari dunia, beningin karena hal-hal selain. Akan tetapi niatin karena Allah, nyari ilmu kangkuin oleh riba na gusti Allah. Allah, apabila niat tah kangkui nyere nyepre ribaan Allah subhanahu wa ta'ala, maka gulaban sambian ngaulai syafaat sebalikah. Dan gula serang berayunan niat tah nyere ilmu, niat tah jubat biniyatin fasidah, maka gulaban sambian takut termasuk dekat debuna gusti Rasulullah. Ini dalam hadis sahih Rasulullah mengatakan awalu man tusa'aru bihil 'abdu yaumal qiyamah 'alimun wa munfiqun wa mujahidun. Pertama kali orang si bekal isik sahnya poin narakan Gusti Allah telok, si nomor setong 'alimun, orang si alim, si nomor dua mujahid, orang si perang panglima perang, si nomor telok munfiqun, orang si dermawan. Cuman niat tetap bagus nyari ilmu jadi orang alim pakun juga masuk karena Gusti Allah, walaupun ia juna Gusti Allah ngaku jek niat karena Allah, tapi bangki bi Gusti Allah njak mben nyari ilmu riah kangku mben ikojak orang alim kangku ikojak orang sehebat terkenal dadakta fadhabu bihi ilan nar la malaikat kibbe jeriah katang aboi neraka naudhu billah. Apalah kangku ikojak pemberani yang tangguh, ikojak panglima, ikojak pemberani. Alah Allah subhanahu wa ta'ala ada buka dapta ya mbak niyata jadi kaku ikojak orang sebe sebengal, mbak niyata kaku ikojak orang se hebat, mbak niyata jadi tak jujur, mbak niyata benikan nangkoh fathabu bihi ilan nar ibu masuk karena kena Gusti Allah. Orang saya sedekah berdermawan orangnya ngojak kok dermawan, artinya dermawan Gusti itu buin oleh Allah gadapta. Ya mbak memang dermawan, tapi mbak niat coba lecek mbak njir benih karena seng kok fathabu bihi ilan nar. Mbak na sedekah adik beri yang malik ekocak di orang mbak orang be pelak gilana geleban sambian sehingga niat nyari ilmu karena Allah subhanahu wa ta'ala niat ngambri ridona Allah subhanahu wa ta'ala. Orang ini karena pacar niat tah intar kaman gak diman sampai dari pokok campur gak antoh niat nyari ilmu saya bukan ikam lain ilmu mun niat tak orang ni kah intar kaman gak diman dari matura ke tempat lain kang kui nyari orang bini kang kui ikabin bagun kan nemu orang bini ikabin paham umpah mana kah niat tak orang ngalai di Roma naka tempat lain kang kui dunia iki saya ikam lain dunia mun niat tak kengkang nyari ilmu saya ikam lain ilmu. Sebuah Gusti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
أول العلم النية، ثم السماع. السماع يعني أنت تجلس في البيت، لو تجلس في البيت ما تتعلم، تخرج من البيت تأتي إلى المدرسة إلى المعهد، تجلس مع المعلم تتعلم منه. مولانا الشيخ صالح الجعفري رضي الله عنه وارضاه شيخي لما حفظ القرآن أراد يقرأ في الحديث في الكتاب زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم بنفسه، فلما نام رأى شيخه قال له إنما يؤخذ العلم من صدور الرجال لا من الكتب. السماع يعني الفهم، السماع يعني التلقي، المشافهة، المدارسة. لا بد للطالب أن يجلس أمام المعلم يعلمه، يوجهه، يسمع منه، هذا التلقي والمشافهة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضرب لنا المثل الأعظم في ذلك. النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو خير البشر، وهو أكرم الأولين والآخرين على الله تبارك وتعالى. تلقى القرآن بالمشافهة من جبريل، وهو أفضل من جبريل صلى الله عليه وآله وسلم، لكن من أجل أن يشرع لنا، من أجل أن نقتدي به، أن العلم يؤخذ بالمشافهة، بالمدارسة. السماع تجلس أمام المعلم تتعلم منه، لكن تجلس في البيت ما تتعلم شيء، لابد من التلقي والمشافهة. إنما يؤخذ العلم من صدور الرجال لا من الكتب. Nomor 2 selain niat iki gak dito asama mirengaki. Mirengaki gak dito artena bulogan sambian tojuk alengki ya junaku guru ya junak ya kiai atau ya junak ustad mendengarkan secara langsung mubasyarah face to face dan bahasa Inggris iki. Nah, Syekh Shalih Al-Ja'fari guru kita, gurunya Syekh Asy-Syarhawi Hassani, setelah selesai menghafal Al-Quran 30 juz, beliau andik niat kangkui mau sketap tanpa aguru langsung ke guruna. Rencananya maca kitab, tapi tak ketemu ban uwaringa. Akhirnya ra'a fi manabihi amin. Beh, itu bukanin bi ulama. Al-ilmu yukhadu min sudurir rijal. Ilmu riyajong ega oleh dari ku, dari guru, benih dari kitab. Artinya guluban sambian mun masalah ilmu wajib merengaki langsung dari guru atau dari kiai atau dari ustad. Cek mengandalkan bacaan guluban sambian ke buku atau ke kitab. Karena kenapa? Contoh kita adalah Rasulullah. Rasulullah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih mulia dari malaikat Jibril. Tapi Nabi Muhammad tangkui contoh oleh kita semuanya dalam mencari ilmu harus dengan talaqqi, musyafahah, belajar langsung, mubasyar atau bath al-mubasyir atau face to face dan yang Inggris. Merana Nabi Muhammad belajar langsung dari malaikat Jibril alaihi salam. Makle contoh bi guleban sambian artinya namun ajarah taku ke guru secara langsung as-sama mendengarkan langsung benih tunjuk ilmu romana. Tak nyari ilmu, tak guru, tak kiai, atau buka tak ustaz. Paham? Paham. Tidur? Tidungi. La. Yallah, mai. Awalul ilm, wahid? Anha. Ilmu sepertama ni? Ya. Wahid? Anha. Idnin? Sama. Tiga? Paham. الفهم. كنا نحن صغار نحفظ مع المعلم القرآن، الشيخ يقول اقرأ وافهم ولا تكن كحمار العنب. ما هذا حمار العنب؟ حمار العنب يحمل العنب من المزرعة إلى السوق، ولا يأكل عنب ولا يقبض فلوس، لكن المزارع يحمل العنب على الحمار، والمزارع يأكل من العنب ولما يذهب إلى السوق يبيع ويقبض الفلوس. إذن المزارع استفاد، الحمار ماذا استفاد؟ يذهب بالعنب ويرجع، ما استفاد شيء من العنب.
كمثل الحمار يحمل أستارا، يعني لو جبنا حمار جلداي ووضعنا عنه كتب إلى السماء وهو يمشي بالكتب، هل استفاد بشيء من الكتب؟ وفقط يحمل. الذي يقرأ ولا يفهم كذلك، لكن نحن لا نريد نكون كذلك، نحن نريد نفهم. اقرأ وافهم ولا تكن كحمار العنب، لا بد من الفهم. الفهم الصحيح يجعلك في استفادة من هذا العلم والسهم والفهم. الغير صحيح هذا يخرج أغبياء مثلا داعش ISIS، هذا يحفظ القرآن، قال الله قال رسول الله، يحفظ لكن لا يفهم. يحفظ اللهم صل على محمد الذي جاء بالسيف ويذبح الإنسان، هذا لم يفهم. لم يفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم رحمة، النبي صلى الله عليه وسلم جاء رحمة للأمة، ما جاء بالسيف للذبح. السيف هذا للدفاع عن النفس، لكن ليس تذبح الناس تقول باسم الإسلام، لا. الفهم الخاطئ يوصل إلى نتائج خاطئة، يخرج لنا هؤلاء المتشددون في الدين، متشدد بدعة ضلالة نار، بدعة ضلالة نار، كل شيء حرام عنده، ما في عنده إلا نار، ما فيش جنة، فقط نتكلم عن النار. لماذا؟ لأنه لم يفهم. إذن ثالثا الفهم، لما تفهم تكون في استفادة من العلم وتعيش الحياة كما أرادها الله سبحانه وتعالى لك، لكن لما لا تفهم تغير النصوص، توجه النصوص على غير مراد الله تبارك وتعالى، مثل الذي يقول أنا لا أصلي، لماذا؟ الله قال فويل للمصلين، كيف؟ فويل للمصلين أنا لا أصلي، هذا لم يفهم. كم من الآية فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يفهم الآن، لكن لما يكون غبي قل أنا لا أصلي، لماذا؟ الله قال فويل للمصلين، إذا لا بد من الفهم. شنو مراد الله؟ فهم. Faham. Kenapa saya kujak faham? Faham ni kan ngerti. Saya bejang ben saya falaki, ika paham bi gule ben sambian. Artinya de guna beliau, kita ni ke mencari ilmu selain napa ya falaki fa, dan ika faham ni kah? Selain niat lagi harus fa faham. Dek ada faham. La takun kahimaril ainab, iqra wa faham, baca ben paham. Cek tetap hemar, dek nama hemar, hemar nikah paling gendengah he hewan ngibawa buwaan ibuwa yang jadi apa hemar nikah paling gendengah hewan diberi tempat wak buwaan pun sama aja bagi tempat dia orangan debak ke pasar korma altaba anggura altaba apel ijuan pesena eka andi orang se andi hemar hemar tak milon apa paham. Kun odik lesu nangi beh dari talon, dari tegang, dari kebun, egi begak pasar, tapi tak pesen tak milo. Egi kun lesu on bedah, ini kepala yang gendengah hewan. Pada ban orang semaca, tapi tak paham. Pada ban orang, etanya aki, apa ban mata abojeng? Di mana ya tu solik? Ban mata abojeng apa? Engkau tak abojeng, kolan bedah dari lenangi Al Quran. Fawailul lil musallin. Celaka orang si abojeng, pas tak abojeng berarti kan tak apa, tak paham. Terus aki ayat nikah fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, ja ampun fawailul lil musallin pas iku bayi dari mana abojeng, orang abojeng dia celaka dari daya fawailul lil musallin dia nikah paham si salah, paham si salah nikah pada naban ISIS, pada naban ISIS dicontohi oleh beliau. ISIS nikah badan yang Syria, hafal Al-Quran, bacaannya bagus, hafalannya lancar, tapi tak apa? Tapi tak paham. Adabu qala Allah, Allah taala adabu ilm Al-Quran, Rasul adabu ilm hadis, tapi setelah membaca Al-Quran, membaca hadis, ngalak todi, ngalak pedang, lek era orang Islam selain saya tak sepaham pas ibli. Lah nikah paham segala. Paham sih kalero. Mirna gula ban sambian, tibuna beliau, ya qara wa faham wa la takun kahimaril inab. Mbaen macah pas paham. Makle tak pada ban he ban hemar.
he marni ka paling gendinga he hewan sarana ibengi bebere tak menikmati hasilah kun odiin les lesoh leni kamun orang macah tak apa tak paham ini apa paham ini nyari ilmu pas apa pas apa paham paham awal ilm tanian sama tadi isma tiga نبدا قصيده شويه عشان ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم بعدين نكمل ان شاء الله ممكن مش قصيده لغي اطبق معي انا اقول وانتم تقولوا معي سوا ان شاء الله ربنا يتقبل منك صلاه الله سلام الله على طه رسول الله صلاه الله قد جئنا وللمختار قد زرنا دار الخلد قد جئنا وللمختار قد زرنا وفي الروضات صلينا وشاهدنا رسول الله وفي الروضات صلينا وشاهدنا رسول الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة Allah
رسول الله.
segala fan ilmu, segala fan bidang ilmu, mun lahafal mutun bekal ikhwasain. Sampian hafal Al-Quran, sampian hafal
bait alfiyat ibn Malik, sampean hafal fal bait-bait selain hafal atau mudun selain, maka semuanya akan dikuasai. Mula tak hafal na panah sebahasa. Tenggi. Mangkana seiki dingaki e pahamin pas iafal lagi. Khamisan al-amal. نية موجودة سمعت فهمت حفظت لابد أن تعمل بذلك العلم. علم بلا عمل كشجرة بلا ثمر، لابد من العمل. رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، لماذا؟ لأنه لم يعمل به. الذي لا يعمل هذه مصيبة. بعدين يرى الناس في جهنم عالم يحمل أقتابه يدور بها في جهنم كمثل الحمار في الرحل. الناس يقول له ما هذا، أنت شيخ، كنت تعلمنا كذا وكذا في الدنيا. قل لو كنت أقول لكم ولا أفعل، لا حول ولا قوة إلا بالله. قل اعمل واعمل ولا يعمل، يأتي في جهنم يجر أقتابه في جهنم كالحمار في الرحل. لماذا؟ لأنه قال ولم يعمل. إذن لابد أن نعمل. تعلمت شيء لابد أن تعمل به. من الوبال على العالم أن يعلم شيئا ولا يعمل به، فهذه مصيبة. مصيبة sebaliknya raja kegoleban sambian oningga ilmu faham alhamdulillah hafal alhamdulillah tapi tak iya malaki lani kena udhub bilang apabila tak iya malaki ilmu nah pada nabun kajuan si tak agu berguna tak agu tak aguna karena punya orang alim ibu masukkan neraka. Eh tanya lagi pi orang-orang si menengi neraka buah mbaan syekh mbaan ustaz mbaan kiai mbaan orang alim lah buah mak aku nungguan engkau buah ni njaan-njaan yang ilim neraka nih kak aja buah orang si alim si masuk neraka neraka. Yang ko alim baca tau kapi apal kapi bani pun paham apal dari kolek ke kolek yang ko tak ngelakun ini gua artinya tidak guna namun kun oning paham apal dari kolek ke kolek tapi mau tak nyama lagi ini ke musibah ke guleban sambian bisa nyebab aki masuk dek kanara kan aku stay out Allah na'udhu bila milana salah setarin faham kini ngaki paham pas apalagi pas amalah nama lagi maklai salah selamat paham akhir niya mawujuda sama faham hifz amal akhir mada an-nashr mada an-nashr an-nashr ya'ni tu'allimu alladhi asyik alladhi ta'allamta tu'allim yaqulu nabi sallallahu alaihi wa sallam خيركم من تعلم القرآن وعلمه خيركم من تعلم القرآن وعلمه أول يجلس يحفظ يتعلم بعد كده حفظ تمام بعد ذلك يعلم الناس أفضل الناس أفضل الناس عند الله تبارك وتعالى الذين يتعلمون القرآن ثم يعلمونه لغيره. وفي رواية خيركم من تعلم العلم وعلمه. إذا أنت تعلمت العلم وجلست في المدرسة وعند الشيوخ وهنا هنا في كل مكان جلست تعلمت العلم، بعد التعلم لابد أن تعلم غيرك، لابد أن تعلم غيرك. لو نظرنا إلى سيرة العلماء من أول الصحابة إلى وقتنا هذا، هؤلاء جميعا تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابة تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم علموا التابعين، التابعون تعلموا من الصحابة ثم علموا من بعدهم إلى أن وصل إلينا هذا العلم متواترا. إذا أفضل الناس الذين يتعلمون العلم ثم يعلمونه لغيره. العلماء هؤلاء مثلا تقول البخاري قال البخاري كذا كذا كذا، هو ما شاء الله هو مات الآن في قبره، بعد أن مات وهو في قبره نحن نتذكر علما نقول قال البخاري كذا 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 كذا، كل ما نقول قال البخاري يجب له الثواب في قبره. نقول مولانا الشيخ خليل البنكلاني نشر الإسلام وعلم الناس وكذا وكذا، انظر إلى هذا الأثر بعده
هذا هو الباقي. كل ما نقول مولانا الشيخ خليفة يذهب له ثواب، هو مدفون في قبره في روضته ويذهب إليه ثواب. إذن من الأعمال التي يستمر ثوابها بعد الانتقال أو علم ينتفع به. إذن تعلم علما للناس، تصنف كتابا، تشرح كتابا، تنتقل، كلما يدرس هذا الكتاب أو يعلم هذا العلم يذهب لك ثوابا في مكانه. النشر، أخوكم الأستاذ عبد العزيز قبل 15 سنة كان في مصر يسكن في البعوث، بعدين يأتي من البعوث يمشي يجلس في مقام مولانا الشيخ صالح الجعفري وحفظ القرآن. أو شيخ أنا أريد أقرأ كل يوم 4 ربع، أوكي اقرأ كل يوم 4 ربع، يسمع كل يوم 4 ربع حفلان. بعدين إلى أن ختم القرآن خلاص، بعد ختم القرآن اجلس هنا تعلم، يأتي الطلاب اقرأ هنا، تقرأ هنا ومعلم. بعد تخرج، بعدما تخرج من الأزهر رجع إلى مادورة، ما شاء الله يا شيخ أنا ما فيش فلوس، ما فيش بترول للكهرباء كذا. القرآن خيركم، من تعلم القرآن وعلمه. بعدين بدأ يقرأ في البيت شوية شوية، بعدين نعمل مدرسة، مدرسة صغير كبير كبير ما شاء الله، الآن معهد الدراسات القرآنية هناك في مادورة. الله، الآن كم طلاب؟ 700 طالب يدرس عندنا. هكذا تتعلم تعلموا غيرك. بعدين نريد منكم جميعا أيضا هذا الكلام. الآن ماذا نفعل؟ الآن ماذا نفعل؟ كما تحفظ 6. 1، نية، جدد نية صالحة، يا الله أنا أريد أتعلم العلم وأعلمه وأوصله للناس لوجه الله تبارك وتعالى. إن هذه النية الله سبحانه وتعالى سوف يأتي لك بالدنيا راغمة تحت قدمك، تكون من الأغنياء ببركة العلم. ثانيا تسمع، الآن أنت تسمع، تسمع في الدارس أو ما شاء الله تتعلم من الشيوخ هنا هنا. 3، تفهم، لابد تفهم، شغل هذا النور تفهم. 4، تحفظ. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. مجاهدة، اجتهاد في العلم. بعد ذلك 5، تعمل في هذا العلم. مثلا قال لك في العلم قال لك الصدق عليك بالصدق، أنا أقول صادق ما أكون كذاب، آية المنافقة 3، إذا حدث كذب أنا لا أكذب. إذا بذلك تعمل لما تعلم. 6، بعدما تتخرج إن شاء الله تعلموا غيرك، المعلم هنا في هذه المدرسة أو في مدرسة أخرى تعلموا غيرك. نحفظ ما تعلمنا هذا إن شاء الله، نحفظ تعيش به إلى أن تموت بهذه 6: نية، سماع، فهم، حفظ، عمل، نشر، تبلغ غيرك ما تعلم. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. Senomor terakhir, anikah senomor 6 berarti naba? Sebaraki mbian acer ega dito tilaman kolema ya ceraki kaoreng lain leni ka ilmu ya ceraki kaoreng lain sengke ilmu sih ya ceraki kaoreng lain anika sengi beh kenjeren kaguleban sampean. Contohna al imam al bukhari ngarang kitab, al imam bukhari ngarang kitab hadis, mengumpulkan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Imam Bukhari abon sobun, nika setiap kali orang mau sketap ben isap payaki ilmu naqal al Imam al Bukhari ajabu basar Imam al Bukhari fi kitabih ilmu kitab nika kenjerna depa ke Imam Bukhari, walaupun Imam Bukhari lah goda ide lemko impapur pada nah ben Syekhuna Khalil bin Abdul Latif al Kalani, anika setiap gula ben sambian mau sketap ber ben buda guna iperang ngaki bi gula ben sambian dari santrena terus depak ke gula ben sambian nika ada bu keholin pernah ada bu seka dito bahkan yang pesantren nika le nika genjerna depak dek kasehona holin segede ini hidup kubur. Padahal ampun sokong orang, tapi kencernah terus mengalir. Leni kebolana ilmu nah esebaraki. Milanah pengarap dari beliau, sambian gepi manigah, tinlaman baleman. Ilmu nah esebaraki, beni aceraki kang orang lah.
ka orang lain malar mater kicontaki oleh beliau dan gula tibik dan gula tibik nambah muntut nyari ilmu dan ke Mesir ban aguru dan ke beliau alhamdulillah ban gula ku datang kada Abdul Aziz dan guna beliau datang kada ajaran sokoh dari jompok ni kah ajaran sokoh benar pun gulaku dapat ke beliau dan ku dah saya apalagi Al-Quran 3 lembar 4 lembar 7 lengki ajaran beliau setoran hafalan alhamdulillah alhamdulillah tinaman baleman kita madura alhamdulillah ini jompok sama gen sehingga apalagi Al-Quran laki bini sekitar petong atas orang ini kah barokah nah ilmu lamba ibang ngajar oleh beliau nang Mesir bodo orang ngata magi Al-Qur'an bil hifzi bin nadri atau bil hifz kelaban hafal atau kelaban bin nadar soro satora ki gagula akhirnya napa manfaatnya abli gagula artinya napa artinya ilmu niat tabah bagus kulaban sampean se nomor 2 napa kedingagi lestari kedingagi paham lestari paham ya apalagi lestari apalagi ngamalagi lestari ngamalagi sebara esebaraki tila esebaraki ilmu nega sana jan gula ban sampean lebo dari di dalam kubur kencer napa kun mengalir ke gula ban sampean contohnya al asar asaru syekhina Khalil Abdul Latif Al Bangkalani contohnya guru kita semuanya syekhona Khalil apa peninggalannya ilmu nega ilmu nega saya tiga laki oleh beliau banyak santri nado tiga orang alim tapi santri santri nak lainnya kak kencir nado pak dah kak beliau terus mengalir sampai hari kiamat malam hari guleban sampean ngah oleh barokah nah amin Allahumma amin sekian dari beliau mudah-mudahan menjadi ilmu yang barokah dan manfaat dan bisa berjumpa kembali amin ya rabbal alamin. Syukur mansur lifadil syekh Fakhruddin Adhan أسأل جزاء الله عن أخير الجزاء وعن جميع المعلمين والمعلمات وأخواننا الطلبة والطالبات بارك الله فيكم وجعل هذا المكان عامرا بالعلم والذكر والعبادة والطاعة والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمحبة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام وشكرا لكم وجزاكم الله عن أخير الجزاء شكر الله لكم وغفر الله لي ولكم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما لا تدع اللهم فينا ولا حوالينا ولا ممن يسمعنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا وللزارعين الخير فينا ومن يلوذ بنا اللهم اشف منا المرضى واجعلنا كما ترضى ونجح الطلاب وعلمنا الحكمة والصواب إلى مولانا فضيلة الشيخ خليل البكلاني اللهم اجزيه عنا خير الجزاء يا رب العالمين إلى أشياخه وتلاميذه إلى أصوله وفروعه وأحفاده اللهم اجزيه عنا خير الجزاء يا رب العالمين زيادة في شرف النبي وآل بيت الطيبين الطاهرين والصحابة أجمعين والخلفاء الراشدين والأولياء والصالحين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله لو منا هدي أكثر بالفاتحة اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وصلى اللهم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين